بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هنكمل عصر الدوله القديمه، وهناخد دلوقتي عصر الانحلال. قبل ما ناخد عصر الانحلال في السنه العاشره، هنعرف الاول ايه اسباب انهيار الدوله القديمه. هقول لي ان فتره القوه على الدوله القديمه استمرت من الاسره الخامسه للسادسه الى ان جاء ملك البيبي الثاني، وتعرضت البلاد لحاله من الضعف في عهد الملك بيبي الثاني، تمام؟ طب ايه اسباب حاله الضعف وانهيار وسقوط الاسره الثابته؟ قال لي رقم واحد قله هيبه الملوك، الملك هيبته قلت. اثنين فزادت نفوذ حكام الاقاليم، حكام الاقاليم بقى بيقدر ما بيسمعش كلام الملك، ليه؟ ما الملك اصبح شكله ضعيف. ثلاثه قال لي تفككت وحده البلاد، البلد مصر وحدتها تفككت، فانهارت سلطه الحكومه المركزيه، وده ادى الى سقوط ها الدوله القديمه. يبقى تاني بما تفسر اسباب وسقوط الدوله القديمه او الاسره الثابته، هقول له اربع حاجات: واحد ضعف هيبه الملوك، اثنين ازداد نفوذ حكام الاقاليم، ثلاثه تفكك وحده البلاد، اربعه انهيار سلطه الحكومه المركزيه. نيجي بعد كده دخلنا في حاجه جديده خالص، اول مره هنسمعها، كلمه عصر الاضمحلال. الاول يعني ايه كلمه اضمحلال؟ عصر الاضمحلال هي حاله الضعف التي تسود البلاد لفتره زمنيه محدده بسبب ضعف الملوك. هي كلها كلمه ضعف على بعضها، هي اضمحلال يعني ضعف. ضعف ايه هو؟ اصل الاضمحلال هي حاله الضعف التي تسود البلاد لفتره زمنيه طويله بسبب ضعف الملوك. استمرت حاله الضعف ديت طوال عصر الاسره السبعه وتمت، وتعرضت فيها مصر لهجمات من الاسيويين، تمام؟ اللي عمل على ايه؟ قال الوحده بتاعت مصر اتفككت، وتعرض مصر في الفتره ديت لغزو من الاسيويين، الى ان ظهرت عند اسره اسمها اسره ايناسيا في فنزويلا، تمام؟ يبقى ظهرت في ايناسيا اسره اسمها اسره ايناسيا، وعملت على ايه؟ قال لي الاسره دي حملت على عاتقها، تمام؟ مسؤوليه ايه؟ قال لي طرد الغزاة، تمام؟ يبقى حملت الاسره ايناسيا على عاتقها طرد الغزاة. اثنين وعادوا الاستقرار الى البلاد. طب ثلاثه قال لي اسسوا الاسره التاسعه والعاشره. يبقى واحد عملت ايه اهم اعمال او اسره ايناسيا عملت ايه؟ قال لي اسسوا اسره قويه اللي هي التاسعه والعاشره. اثنين عادوا الاستقرار الى البلاد وطردوا الغزاة من مصر. وطردوا الغزاة منين؟ من مصر. لكن الوضع ما استمرش طويلا الى ان جاء حكام طيبه وقاموا وعملوا ايه تاني؟ قالوا اسقطوا الاسره العاشره اللي هي اخر اسره، تمام؟ واعادوا ايه؟ قال اعادوا الوحده الوطنيه تاني للبلاد. وبكده سنه اولى نكون خلصنا الدرس، وهننتقل ان شاء الله الى التدريبات. هنتكلم دلوقتي يا جماعه على التدريبات. اكمل الحضارات الاتيه بكلمات مناسبه ما بين القوسين. واحد يبدا عصر الدوله القديمه باسره ها الكام؟ الثالثه، تمام. انشا الملك نقط الهرم المدرج في سقاره، الملك زوسر. ثلاثة أقام الملك نقط تمثال أبو الهول، إحنا قلنا رقم اثنين والملك خفرع، خفرع، تمام؟ ثلاثة ها أربعة يعتبر عصر الملك نقط عصر انهيار سلطة الحكومة المركزية، الملك بيبي الثاني. طيب نرجع لقبلها فقلناها أطلق نقط على نفسه ابن الإله راح، يبقى أسر كاف، يبقى أطلق أسر كاف على نفسه ابن الإله راح. طبعا إحنا قلنا اللي بعديها يعتبر عصر الملك نقط عصر انهيار سلطة المركزية هو بيبي الثاني. طيب بعد كده بيقول لي بما تفسر ضعف انهيار الدولة القديمة؟ خلي بالك احنا قلنا اسباب ان هو ضعف حاجتين، ضعف الدولة القديمة وانهيار وسقوط الاسرة الرابعة، ما تدخلش دي في دي. انهيار وضعف الدولة القديمة قلنا سبب ضعف هيبة الملوك، اثنين ازدياد نفوذ حكام الاقاليم، ثلاثة تفكك وحدة البلاد، اربعة انهيار سلطة الحكومة المركزية. يلا بعديها بما تفسر تسمية عصر الدولة القديمة بعصر الأهرامات، ليه؟ لأن سبب قصر مشاهد الرقة من أهرامات تمتد من الجيزة شمالا إلى الفيوم جنوبا. نخش وديها على السؤال اللي بعديه. استنتج من خلال قراءتك للدرس سبب إطلاق أسر كاف على نفسه ابن الإله رع، أنه كان كبير كهنة الإله رع، فلما يمسك الحكم أطلق على نفسه ابن الإله رع. طيب استنتج من خلال قراءتك للدرس سبب تسمية الملك سنفر بن حسين محبوب بسبب تميز عهده بالاستقرار والعداله، فاحبه المصريون واطلق عليه المحسن المحبوب. طيب السؤال اللي بعديه، ماذا يحدث اذا كان الملك بيبي الثاني مملوك الاقوياء؟ لم تنهار الاسره الثابته ولم تسقط الدوله القديمه. يبقى تاني معايا، كان الملك بيبي الثاني مملوك الاقوياء، لم تسقط الاسره الثابته ولم تنهار الدوله القديمه. طيب ماذا كان يحدث اذا لم يعتقد المصريون القدماء في البعث والخلود؟ لم يتم بناء الاهرامات، لم يتم حفظ جثث الموتى، لم يتم تشييد ايه المقابر الجميله اللي هي الاهرامات اللي احنا عارفينها. شكرا لكم، مساء النور.